من القضايا برضو المزعجة اليومين دول برضو بسبب النقد الأجنبي هي إصرار بعض المدارس، بالذات المدارس الأجنبية، إنها المصاريف أهالي الأولاد يدفعوها بالعملات الأجنبية. وأنا هنا بتكلم على المدرسة البريطانية، مدارس أمريكية، مدارس فرنسية، في مدارس كثيرة جدا خاصة التابعة للسفارات كلها بتصر إنه المصروفات تدفع بالعملة الأجنبية. طب هم الأهالي هيجيبوها منين؟ ما أنت منعت، ما أنت مانع أولا، ما فيش بنك بيدبر لك، هتروح تقول له النبي عايز ادبر للعيال عشان مصاريفهم، هيقول لك ما عنديش، ده انا مش عارف اجيب القمح، فهتروح للسوق السوداء هيقبضوا عليك. طب هو المفروض اصلا القانون بيقول ايه؟ قال نائب سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد تقدم النهارده بطلب احاطه بشان هذا الامر. نسمع سياده النائب. يا سياده النائب مساء الخير. مساء الخير استاذ حضرتك. لماذا تقدمت بطلب احاطه بهذا الامر خاصه البعض يقول ايه؟ يعني انتوا سايبين البلد كلها ورايحين على المدارس الأجنبية؟ شوف يا استاذ ميس، طبعا المدارس الاجنبيه موجوده على الارض المصريه ومصدر لها تصريح او اصدار التراخيص بتاعتها من وزاره التربيه والتعليم، فهي خاضعه للقانون المصري واللوائح المصريه والضوابط المصريه. ما يحدث هو مخالفه كبيره جدا جدا جدا، و هم بيتذرعوا ان احنا عندنا بعض الكادر التدريس من الاجانب وبيدوا مرتباتهم اعتقد ان هم لا يتعدى 20% من قيمه المصروفات الموجوده. هم تزايدوا وقال لك احنا ناخد كله 100%. يمكن انا بطالب بوزير الماليه ان هو يحقق عليهم الضريبه بالدولار. بدل هم بياخدوا بالدولار ياخدوا ناخد برضه ضريبه بالدولار، حق الدوله بالدولار. الامر الثاني ده بيجعل المواطن في حيرة وفي أمر يعني التفكير بتشل. حضرتك الدولة النهاردة بتصدر قوانين بتجرم التداول أو تداول العملة الأجنبية في خارج السوق المصرفي أو في السوق السوداء. حضرتك النهاردة لو أنا النهاردة أي مواطن جه وخد قبض عليه هيقول لي أنا ده جايب مصاريف مدرستي ولادي، هل النيابه هتقبل هذا الكلام؟ طبعا لا. طبعا لا. يبقى اذا هو معرض الى السجن او مخالفه القانون، وده صحيح القانون. يبقى اذا هذه المدارس لابد ان تمتثل للقواعد والتراخيص الممنوحه لها من وزاره التربيه والتعليم. طيب، وطبقا لقانون مصر والدستور المصري. ما هو وزير التربيه والتعليم يا سياده النائب هيقول لك ايه؟ انا بطلع بيان وبطلع حظر للسداد وكتاب دوري يعمم على المدارس بحظر سداد المصروفات بالعمله الاجنبيه، وانا مالي؟ انا بطلع الكتاب واطلع البيان وابعته للمدارس. ما شفتش انا في يوم من الايام وزاره التربيه والتعليم سحبت ترخيص او لغت ترخيص مدرسه من المدارس لمخالفتها للتعليمات الموجوده او المشروع الدوري او ما تم ذلك. احنا النهارده بنتكلم في ان الدوله ليها سياده، لابد ان يكون هناك قانون يطبق على الكل الا اذا كان هذه المدارس خارج السياده، وده طبعا لن نقبله شكل الموضوع. حضرتك النهارده احنا بنتكلم على موضوع بيعيق شريحة كبيرة جدا من المجتمع، وعلى فكرة على غرارها يمكن اقول لك بعض المدارس النهارده اللي بتاخد بالجنيه المصري. تاني بعض المدارس بتاخد بالجنيه المصري، لان كل المدارس النهارده خدت بقت سمة وكله بياخد بالعملة الأجنبية، سواء بيقول لك يورو واحد تاني يقول لك استرليني والتاني يقول لك دولار، فخلاص لغوا الجنيه المصري. لا، الأسوأ بقى انك لو فعل، يعني في مشكلة تانية انه في بعض اصحاب هذه المدارس او مديرينها بيقول لك واللي مش عاجبه يمشي، فبالتالي لما الاهالي بيثيروا هذه القضية بيهددوا اولادهم ان هم هيمشوهم او مش هيجددوا لهم السنة الجاية لانك اشتكيت او لانك بلغت او لانك انت اشتكيتنا في الوزارة، طيب انت السنة الجاية مش هتجدد لابنك او بنتك في المدرسة. ما هذه مراكز القوة اللي احنا بنقول لابد ان تكون هناك في ضرب لهذه مراكز القوة لاعادة تصحيح الوضع، لان الوضع غير مقبول وعدم يعني من امن الحساب
أساء الأدب. أساء الأدب. أسأل، هل جات لك سفر شكاوى من مدارس محددة سيادة النائب؟ عندي مدارس، لا بدون عشان مش بسميش مدارس، لكن في شكاوى من المواطنين كل ما نلتقي بأحد في أي محفل أو أي لقاء، الناس بتشتكي بيكلموك إن عليه. إحنا مش قادرين نجيب الفلوس، وإحنا في ناس والله صحيح. أنا في سيدة قابلتني قالت لي أنا رحت أجيب فلوس من حد في سوق سوداء، أنا رايحة مرعوبة وماشية في الشارع بركب عربيتي حاسة إن أنا شايلة مخدرات. قلت لها أنت حقيقي كأنك شايلة مخدرات، لأن بيعاقب عليها القانون والقانون بيعاقب بالحبس. شكرا. فأنت هل هنا بتطلب يعني رد من وزارة التربية والتعليم أتمنى وزارة التربية والتعليم إنها تصدر قرارات، إذا كان هناك في قرارات دورية أتمنى أن تصدر قرارات في وقف مدرسة أو في معاقبة مدرسة أو في أي نوع من الإجازات الموجودة، اللائحة اللي بتنص عليها وزارة التربية والتعليم نعم. للمصدرة لتراخيص هذه المدارس. شكرا سيادة النائب سليمان وهدان.